سمعتوا شغل سهل وليش بعدتوا؟ مين اللي فتح الباب؟ عنزة فتحت لنا الباب. تعبوني هالعنزان. يا بقراتي يلا نرجع. اسمعوا مني. لا ما بدنا. انا راعيكم. شو يعني؟ بدي منكم الحليبات. ما عاد نعطيك الحليبات. طوشتوني. طب يا بقراتي شو اللي صار؟ حازعل منكم. تعال شوي. مو هاممكم. مين بياخد الحليبات؟ في عنا بقرات صغار. بقرات صغار؟ في حل. لا في حل. باخذ نص الحليبات والنص الثاني للبقرات. هيك منقبل.